Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Lefet entibahi عنوان المؤتمر الذي هو النبوة أو دور النبوة ومكانتها في البحث عن الحقيقة. دور النبوة ومكانتها في البحث عن الحقيقة. وأعتقد أن النبوة هي الحقيقة، وأن النبوة لا تبحث عن الحقيقة، وإنما تتلقى الحقيقة. النبوة تتلقى حقائق الوحي وتبلغها الناس، إنما العقل هو الذي يبحث عن الحقيقة، أما النبوة فهي التي تتلقى الحقيقة. موضوع بحثي قراءة الكون، قراءة الأنبياء للكون من خلال رسائل النور. وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة بل البالغة الأهمية، نظرا للإهمال الشديد لدى المسلمين للكون وقراءته، بل إن الخطاب الديني الإسلامي ينفر من الكون، ينفر من الدنيا، ينفر من الاشتغال بهما، ويوجهون الأنظار نحو الآخرة دون قراءة واعية للكون. فأدت هذه النظرة إلى أن يتخلف المسلمون في العصر الحديث عن اللحاق بركب الحضارة والمدنية. في قراءة رسائل النور للكون هناك قضايا عديدة أجملها في الآتي: ما هو الكون في نظر النورسي؟ وكيف نظر الأنبياء للكون؟ وهذا تعريف مهم، إذا أردنا أن نقرأ الكون فلا بد أن نعرف حقيقته وماهيته وطبيعته حتى نتمكن من قراءته. فالنورسي يرى أن الكون مسجد، وأن الكون كتاب. أما كونه مسجدا فلأن كل مخلوقات الكون وكل ما في الكون يسبح الله ويحمده ويوحده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما كونه كتابا فلأنه يعلم دلائل الوحدانية، فآيات التوحيد مسطرة في هذا الوجود، وكما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا هو التعريف الذي ينطلق منه النورسي في قراءة الكون، أو في تعريفنا بقراءة الأنبياء للكون. الأمر الثاني في هذه القراءة: لماذا نقرأ الكون؟ وما هي مقاصد قراءة الكون؟ يقول إن هذه المقاصد تتجلى في معرفة التوحيد، ومعرفة الحشر والآخرة، ومعرفة النبوة، ثم إثبات مقصد الشكر وتحقيق العبودية. هذه المقاصد الأربعة التي ذكرها النورسي لقراءة كتاب الكون: إثبات الوحدانية، وإثبات الحشر والنشر، وإثبات مقصد الشكر،
دلائل واضحة. أما إثبات النبوة فكيف يرى النورسي أن الكون يثبت النبوة؟ يقول إنه لابد من قارئ حقيقي لهذا الكون. فمن هو هذا القارئ؟ الكون يتطلب قارئا، وقارئا متقنا للقراءة، ولا يكون ذلك إلا في سلسلة النبوة التي تمثلت في آخر مرحلة من مراحلها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الكون يتطلب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليعرف الناس بهذه القراءة، وليكون الأسوة والقدوة في قراءة كتاب الكون. لذلك هذا هو مقصد إثبات النبوة كما يراه النورسي. يقول، أنا أقرأ كلام النورسي: كما أن هذا الكون يدل على صانعه وكاتبه ومصوره الذي أوجده وهو يتصرف فيه بالتقدير والتصوير والتدبير، فهو كذلك يستدعي وجود من يعبر عما في هذا الكون من معان، يعلم ويعلم المقاصد الإلهية من وراء خلق الكون، ويبين أسراره وحكمة الله فيه، أي يقتضي داعيا عظيما ومناديا صادقا وأستاذا محققا ومعلما بارعا، وما ذاك إلا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من أتم هذه الوظائف وأداها على وجهها. ما العلاقة بين القرآن والكون؟ وهذا معلم من معالم قراءة الكون. القرآن كتاب مسطور، والكون كتاب منظور، ولا يمكن فهم أحدهما إلا بوجود الآخر. إذا قرأنا القرآن وحده بمعزل عن الكون بعيدا عنه، فإن قراءتنا غير مستقيمة وليست قاصدة ولا محققة للهدف. وكذلك إذا قرأنا الكون بعيدا عن الوحي، عن القرآن، فإن قراءتنا للكون ستكون قراءة ضالة، قراءة لا تعرف بوصلتها الاتجاه الصحيح في هذه القراءة. ثم يتناول النورسي حقيقة موضوع العلوم المعاصرة وأثرها في قراءة الكون، فهو يقول إن هذه العلوم تعد كالمجسات في اكتشاف النظام والانتظام الذي يحكم هذا الوجود ويسيره ونظام الكائنات فيه. ويرى أن كل نوع من أنواع الكائنات قد خص بعلم من العلوم يكشف أسراره ويظهر كل علم من هذه العلوم هذا النظام والانتظام في هذا الوجود. والإنسان لا يحيط علما بالنظام إلا أن يدركه بجواسيس العلوم. ويرى أن الإنسان الأكبر وهو الكون منتظم كما الإنسان الأصغر الذي هو الإنسان منتظم. فالكون والإنسان سواء بسواء، مخلوقان متعادلان من حيث قيامهما على النظام والانتظام، وما من شيء إلا وهو مبني على أسس حكيمة، فلا عبثية في الخلق. هذه العلوم تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وكل صاحب اختصاص يرى دلائل الوحدانية من خلال اختصاصه. ومبدأ الجمع بين القراءتين يلزم ويحتم أن تضم العلوم الكونية إلى العلوم الدينية
في مدرسة واحدة، فنتعلم علوم الوحي وعلوم الكون لأنهما صنوان. ويحذر النورسي في هذا المقام من العلوم المعاصرة المادية الإلحادية التي لا تزيد الإنسان إلا خبالا. في عرض مقارنته، أي مقارنة النورسي بين قراءة الفلاسفة للكون وقراءة الأنبياء للكون، الفلاسفة الماديون الذين ضخموا من وجود الإنسان وذات الإنسان بحيث لم يروا الإنسان إلا أنه الخالق، بحيث لم يروا في الإنسان إلا أنموذجاً مصغراً للخالق، تضخمت عندهم الأنا والأنانية حتى باتوا لا يرون إلا أنفسهم. وهذا المدخل وهذه النظرة للإنسان بوصف الإنسان أحد مفردات هذا الوجود الكوني. الضلال في قراءة الإنسان واعتبار الإنسان نداً للخالق، واعتبار الإنسان ضداً أو نداً أو شريكاً أو غير ذلك، هذا المسلك الذي فتحه الفلاسفة أدى إلى بروز الأفكار الإلحادية، أدى إلى عبادة الأسباب وأنها فيها النفع والضر، ووصلوا إلى أن الطبيعة هي الخالقة وليست مخلوقة. بينما تواضع الأنبياء في قراءتهم للإنسان ورأوا أن الإنسان مجرد مخلوق مكرم له وظائف، ولكنه مخلوق زائل لا يملك، وإن ملك فهو يملك الصورة لا مالك على الحقيقة، لأنه لا مالك إلا الله. ولذلك يحذر من القراءة الباطلة للكون ومفردات الكون والصدفة التي تنتهي إلى القول بأن هذا الكون وراءه الصدفة. القضية الأخرى أو الأخيرة في من معالم قراءة النورسي للكون، ما هي متطلبات قراءة الكون؟ كيف نقرأ الكون؟ ما هي الأسس والشروط التي نقرأ بموجبها الكون؟ يرى النورسي رحمه الله أن القضية الأولى المهمة، 5 minutes 3 minutes، القراءة التوحيدية للكون، أن التوحيد، وهنا يقول عبارة في غاية الروعة والجمال، كيف نأخذ التوحيد وكيف نتلقى التوحيد. يقول إن هذا التوحيد ليس تقريرياً ولا تلقينياً ولا تقليدياً ولا ترديدياً، بل استكشافياً، فيه ما في الاستكشاف من متعة وإثارة، ويأخذنا في جولة استكشافية في أغوار النفس الإنسانية، ويدور بنا في أنسجة الروح والفكر، ثم يزيح التراب عن ذاكرة الكون الموؤودة تحت ركام علوم العصر، ويستنطقها لتحدثنا عن بصمات التوحيد، ولا يتركنا إلا ونحن قد اكتشفنا التوحيد، ولولا التوحيد لانكسفت كل مزايا الكون. فالتوحيد منطلق، والتوحيد مقصد، والتوحيد منهج، والتوحيد غاية في قراءة الكون. ثم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو ترجمان الكون، على حد تعبير النورسي، محمد صلى الله عليه وسلم هو ترجمان الكون الذي يزيل عنه كل الخرافات التي علقت بأذهان البشر. وكأني بالنورسي يقف أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم،
فلما سمع هذه المقولة خرج وقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لحياة أو لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فسبحوا واذكروا الله حتى يكشف ما بكم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو القارئ الأعظم لهذا الوجود. وأخيرا، أن النرسي ينظر في معجزات الأنبياء وأنها تحط أو تخط الحدود القصوى لما يمكن أن يصل إليه البشر من اكتشاف واختراع، وكأن معجزات الأنبياء تحث البشر على تقليدها وإنتاج كل ما من شأنه أن يتقدم بالحياة الإنسانية ماديا وروحيا. ونخلص إلى القول إن هذه القراءة، قراءة الكون، تزيد الإنسان كمالين ورقيين: كمال مادي وكمال معنوي، ورقي روحي ورقي مادي. والحمد لله رب العالمين. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı.